بقولك ايه انجيو، لو في حد يعني بيحبك بجد وعارف ظروفك كلها ومقدره وحب يرتبط بيكي، بس هو من عيله بسيطه يعني مش زيك وكده، تفتكري ممكن توافقي ولا هتحسبيها بالورقه والقلم؟ متهيألي يعني اي واحده تبقى غلطانه لو رفضت حد بيحبها بجد. انا مش بتكلم عن اي حد يا انجي، انا بتكلم عنك انتي. مش عارف، بس لو بيحبني بجد وهيحسسني بالامان متهيأليش هرفض يعني. طيب عشان اكون صريح معاكي للاخر، انا المفروض اليومين دول مستني تاشيره عشان ارجع اسافر، يعني التاشيره ممكن تيجي بعد يومين بعد اسبوعين مش عارف بالظبط، بس في نفس الوقت خايف اسافر واسيب حاجه مهمه هنا. انت انا عايز اتجوزك. اتجوزني انا؟ يعني قتلت جوزي وبوظت لي حياتي وجاي تطلب ايدي؟ والله العظيم انا ما قتلته، انا دخلت لقيته سايح في دم. اتجوزني انا؟ ها قلتي ايه؟ بس انا ما اعرفكش يا يوسف. لا مين قال؟ انت تعرفيني وشفتي هيثم ابني و... استني اهو ده ابويا، شكله طيب قوي. طيب جدا. وده اعز اصحابي واللي زي اخويا ياسين. الوقت اتاخر وانا سايبه مامتي وبابايا في البيت مع كنزي، ف لازم نروح. انا مش عايزك تتلخبطي، انا ما طلبتش منك تردي عليا النهارده، انت ممكن تاخدي وقتك عادي.